الصورة ننقلها لكم صباح هذا اليوم من قبة السوق القلب التجاري النابض لمدينة تازة، حيث عاين الناس استئناف الأنشطة التجارية لكن مع نوع من الإجراءات والتدابير الاحترازية من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستغلال نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية داخل المحلات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر من إغلاق محلاتنا التجارية، تم والحمد لله العودة لنشاطنا التجاري وفق الشروط الصحية كالتباعد الاجتماعي، التعقيم وارتداء الكمامة. وفي الأخير الشكر موصول للسيد عامر صاحب الجلالة على إقليم تازة والسلطات المحلية والإقليمية على المجهودات اللي كتعمل لاحتواء هذا الوضع. بنات هاد الحياة ديالها ولاد الحياة ديالها شحال حنا مبلعين هاد 3 شهور. ايوا وهاد الازمة تاع كورونا هانتوما كتشوفو الليلة على التباعد والكمامات وهالمرصقات دايرينهم في الحانوت. عاد ولات الحياة المجرى ديالها وبدات القدرة الاشتغالية في الازمة.